صباح النور، صافا لاباس عليكم هانيين. كنتمنى تكونوا بألف خير وانتم كتشاهدوا فيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في فيديو جديد، كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. بيان سور الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوه في 2021، دونك كنتمنى ان 2020 تكون مشات ودات معها اي حاجه خايبه واي حاجه ما قدرتوش تحققوها ان شاء الله تحققوها في 2021. وكنتمنى لجميع الناس السعاده، وكنتمنى الناس اللي كيتابعوني السعاده، وكل انسان يستحق انه يكون انسان سعيد، وكتستحقوا انكم تعيشوا السعاده. دونك خلقوا السعاده بابسط الاشياء، ما تسناو حتى شي واحد، وما تسناوش للاعوام، وما تسناوش لشي نهار اللي تخلقوا فيه السعاده. خلقوا السعاده في اللحظه اللي نتوما فيها والحوايج اللي هما ديجا عندكم. دونك السعاده ما كتحتاجش الناس بزاف، ما كتحتاجش بزاف ديال الحوايج، السعاده كتحتاج انها تكون الداخل ديالنا وحنا نخلقوها. ماشي اي انسان كيضحك ولا اي انسان كيبان انه سعيد، فهو في الاصل انسان سعيد في الحياه ديالو. دونك دائما تمنوا السعاده لجميع الناس، ونعيش السعاده في جميع الاوقات وفي جميع الايام وفي جميع الحالات. كيف ما بغى يكون الحال ديالنا، دائما نخلقوا السعاده ديالنا، ودائما حسوا ان كاينه شي حاجه اللي زوينه غادي طرا، ودائما نثقوا في الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى غادي يجيب لنا اي حاجه زوينه واي حاجه فيها خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين اللي كنستعمل حاليا البشره ديالي، اللي كنت ديجا دويت لكم عليه. غادي نشارك معكم واحد الجزء منه، اي او ميم تو غادي نشارك معكم بعض الشهيوات اللي نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم. بيان سور انا في لازون اللي ممنوعنا انا نديبلاصا ولا نتنقلوا الى للضروره، دونك نخرجوا الى للضروره، ولهذا كنحاولوا اننا نخلقوا جو زوين لراسنا في الدار، كنحاولوا نديروا شي حوايج ندوزوا فيهم الوقت. بيان سور هذا الفيديو غادي نشوفوه في 2021، بالنسبه لهادشي انا اللي وجدته باش نحتفلوا بليله راس السنه هكا اون فامي. نحاول نخلقوا واحد الجو زوين بيناتنا، نتمنى انه يعجبكم. كيف ما قلت لكم دوره تخلقوا من لا شيء اللي يخليكم فرحانين، وتخلقوا السعاده لريوسكم بلا ما تسناو شي واحد اخر يخلقها لكم. دونك نخليكم مع الفيديو، نتمنى انه يعجبكم. يلا معايا. الماسك ديال اليوم غادي نستعمل فيه معلقة كبيرة ديال الروز، معلقة كبيرة ديال الشوفان، معلقة كبيرة ديال الحمص. بالنسبة لهذا الماسك هذا فهو كيساعدنا على توحيد لون البشرة، التخلص من البقع الداكنة. بالنسبة للحمص فهو كيساعدنا على التخلص من الحبوب، التخلص من آثار الحبوب.
كيساعدنا على ترطيب البشرة، كيعطي واحد اللمعان وواحد الإشراقة، في نفس الوقت كيخلصنا من الشوائب اللي عندنا في البشرة، سواء لي بوان نوار، سواء عندنا الرؤوس ديال شي حبيبات صغيورين. هاد الماسك هذا فهو جد رائع في تنقية البشرة. غادي نجمع الماسك ديالنا دانون طبيعي. بالنسبه لي ماسك هاد الوقيته هادي كنصحكم بان بما ان جميع البشره تقريبا كينشفوا في هذا الفصل هذا، فمن الاحسن انكم تستعملوا في لي ماسك ديالكم سواء دانون طبيعي، الحليب السائل او لا جيل الوفيرا. هاد ثلاثه المكونات فهم كيساعدوا على ترطيب البشره بعمق، وكيعطيونا واحد اللمعان في البشره، وكيخلصونا من القشور خصوصا البشره الجافه والبشره الحساسه والبشره المختلطه. فبالنسبه للبشره الدهنيه فهي كينقص غير شي شويه الصيبوم، بحال كيتوازن في هذه الفتره هذه الصيبوم في البشره ديالهم، كيولي عندهم بشره متوازنه. دونك بالنسبه لهذا الماسك هذا غادي نستعمله على الوجه ديالي والرقابه والعنق ديالي، وغادي نخليه لمده 20 دقيقه، وغادي نغسله بحركات دائريين باش نتخلص من الشوائب ولي بوانواغ اللي عندنا في البشره، وباش يعني جوج في واحد باش نقدر نقي البشره بعمق. بالنسبه لهذا الماسك هذا يمكن لكم تستعملوه ثلاث مرات في الاسبوع، النتيجه مضمونه، ويمكن تستعملوه حتى البشره الحساسه ما تخافش منه.
اخر حاجه غادي نضيف هنايا واللي هي لاصوص بيشاميل. صراحه كنت حتى هي بغيت نصورها لكم، وانا كنت كيسحب لي الكاميرا كتصور، منين جيت نشوف لقيت الكاميرا ما كتسجلش، دونك ما سجلت والو. دونك لاصوص بيشاميل معروف انها كتديروا فيها معلقه كبيره ديال الزبده وجوج معالق ديال الفورس اون سيترو ديال الحليب، كتبقاو تحركوا مزيان حتى كتحصلوا على هاد لاصوص اللي كتشوفوا، حتى كتعقد مزيان كتحسوا بها ولات ثقيله كيف ما كتشوفوا في الفيديو، يعني كتقال مزيان. عاد كتطفيو عليها وكديروا معها شويه الملح وشويه الابزار، والا عندكم الكوزه يمكن لكم تحكوها عليها الا كتعجبكم النكهه ديال الكوزه. صراحه انا كنت كيحسب لي الكاميرا كتسجل، ولكن فاش شفت لقيتها ما سجلت والو. ان شاء الله في الفيديو ما يجي ان شاء الله نقدر نوريكم الطريقه. الطريقه ديالها ساهله كيف ما قلت لكم، دغيا حتى هي كتوجد. دونك هي اخر حاجه، من بعد غادي ندخل الكوزاميه للفران. ديجا غادي نكون سخنت الفران على درجه الحراره 200 درجه، ولكن غندخل الكوزاميه ونخليها 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه درجه الحراره 150، ومن بعد نخرجها حتى يذوب الفخوماج. ديجا غادي هذا الفخوماج هذا خديته من بيم، هو فخوماج ميكس، يعني فيه موتزاريلا، فيه بزاف ديال الانواع ديال الفخوماج، هو اللي كيتستعمل في كوزامي الصراحه. الا ما لقيتوش يمكن لكم تستعملوا فخوماج روج بوحدو تحكوه حتى هويا، يعني فخوماج غابي تحكوه وديروه من الفوق، يعني بحال ما كاينش مشكل. الا ما لقيتوش هذا يمكن لكم تستعملوا فخوماج روج العادي. صافي وكتدخلوها للفران. من بعد ما غسلت الماسك ديالي، طبعا من بعد اي ماسك ضروري كنستعملو سواء ماء الورد او لا قطعه ديال الثلج باش كنسدو المسام وباش كنحافظو على الترطيب في البشره. We'll be right back.
كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم. النهار ديالنا تسالى، انا سعيده، كنحماق عليكم. شوفكم ان شاء الله في الفيديو المجيء.